اسماعيل استاذ التربيه بجامعه عين شمس، اشكرك. شوف استاذ اصول التربيه، حضرتك قلت لي معلومه الحقيقه كانت مهمه جدا، انه في فتره من الفترات تم تدريسها اول مره 1925 ده عقب الاستقلال وعمل دستور، كان في نهضه وطنيه ضخمه جدا. كان وزير المعارف اللي هو التربيه علي ماهر المعروف اللي بقى رئيس وزراء بعد كده، فكان من ضمن النهضه التربويه في التعليم عمل مادة اسمها الأخلاق، وطلع في كتاب فعلا وألفه الراحل المفكر العظيم أحمد أمين، كانت على المدرسة الثانوية، لكنها مع الأسف الشديد التجربة أثبتت أنها مع أن ده الزمن اللي بنقول عليه زمن الجميل، زمن الأخلاق، لكن تبين أن لا تؤتى الأخلاق عن طريق الورق وإنما عن طريق الممارسة.